السلام عليكم. في حلقة جديدة من حديث العراق. البارحة ألقت القوات الأمنية القبض على ضابط برتبة عميد في مطار بغداد، وضابط آخر تابع لمديرية الإقامة. البيانات اللي تحدثت به ذكرت بأنه بسبب تلقيه رشاوة فقط، ما وضحت ما هي الرشاوة اللي أخذها، اللي أخذوها ذول الضباط الاثنين ومنين ولماذا. لكن بعض المعلومات تقول أنه هذا الملف يشبه إلى حد ما سرقات من طراز الكبار جدا. يقال أن الموضوع يتعلق بتهريب الدولار عبر مطار بغداد عن طريق الفي آي بي، هذا طريق الجماعة اللي يمشون وحدهم بعيدا عن طريق الفقراء. طبعا بهذا الطريق لا يتفتشون ولا يوصل لهم واحد ولا يتعرض لهم أي شيء طبعا، ويستغلون على ما يبدو في تهريب الدولار إلى خارج العراق بالطائرات. والغريب أنه بعض اللي يقفون خلف عمليات التهريب هم نفسهم اللي فضحت أسماءهم قبل فترة بفضائح مشابهة أيضا تتعلق بالدولار. طبعا يقف خلفهم مجموعة من السياسيين المتنفذين، هكذا تقول المصادر. تقول المصادر أيضا أنه بعض هؤلاء شددت عليهم الرقابة خلال الفترة السابقة من اللي يمتلكون مصارف. طبعا صارت حركة الأموال الإلكترونية مراقبة، ولذلك وجدوا طريق التهريب على طريق الفي آي بي مقابل نسب وعمولات ينطونها لأشخاص داخل المطار، هكذا تقول المصادر. ما أدري إذا صحتها، ممكن ترد علينا الجهات التنفيذية اللي هذا الموضوع يتعلق بيها. لكن أنه هذه القضية، الضباط اللي موجودين الآن هم قيد التحقيق، قد تصدر من عندهم معلومات مشابهة لهذا الموضوع أو أكبر منه. أما الدولار فما زال يمارس الصعود من دون وجود تأثير للإجراءات الحكومية والبنك المركزي التي تحاول بكل قوة إيقاف صعود الدولار من أجل إثبات مقولة رئيس الوزراء أنه الدينار هو الأقوى، لكنها لم تستطع لحد الآن. واحد يقول بضغط أمريكي، والثاني يقول عدم قدرة الجهات المعنية، وكل واحد يفسر بكيفه. لكن الحقيقة المرة أن الدولار ما زال يرتفع وترتفع معه أقوات الفقراء. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، والدكتور عدي العلوي رئيس تحالف الاقتصاد العراقي، وكذلك الدكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي. حياكم الله ضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم. حياك الله دكتور. حياك الله معبي. عن هذا الموضوع اللي ذكرته بالبداية، أعتقد المعلومات اللي وصلتني هي معلومات خاصة، قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة، لكن باعتباره صحفي وصلتني هذه المعلومات. بالتالي انه القوات الامنيه القت القبض على ضابط برتبه عميد واخر يعمل في الاقامه، الان هم قيد التحقيق، والحديث يدور حول عمليات تهريب تدور داخل مطار بغداد، يعني مع وجود اسماء لو تاكدت من عندها اني وهذا المشاهدين كنت اعلنها حقيقه. لكن شنو قصه الدولار لحد هاي اللحظه؟ اليوم ب 165 ما اعرف ايش قد، كل قوته اذا ينزل 5 دينار. شنو القصه؟ ماكو واحد يواجه هذا الموضوع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لك ولضيفك العزيزين ومشاهديك الكرام. يعني حقيقه خلي افسر تفسير سياسي لان انا مو اقتصادي حتى اقدر ادخل في المفاصل الاقتصاديه بشكل واسع. لكن من الناحيه السياسيه، تعرف الدولار في حكومه السيد السوداني ورث حالة من عملية تنزيل قيمة الدينار، وهذا كان إجراء اتخذه الوزير المالية السابق وحظى بدعم من حكومة السيد الكاظم في وقته، وكان أحدث في النوع من يعني الرجة والاعتراضات الشديدة على رفع قيمة الدولار أمام الدينار، وكان في وقته تقريبا النسبة تشكل 22% و23% من قيمة الدينار، وهذا كان يعتبر في النوع من الضربة الحقيقية لقيمة الدينار. كان سابقا أن أسمع من مسؤولين سياسيين أنه كانت هناك محاولات للسيد علي علاوي لما تتعلق بالبنك الدولي أو من هالشابه ذلك، في مسألة تتعلق بشروط معينة حتى لتحسين قيمة الدولار ولإعطاء العراق قروض من القبيل هذه. رؤساء الوزراء السابقين اللي أنا بتكلم وياهم في هذه المسألة بالذات
كان يجدون أن نصيحة السيد علي هاوي لن تكون في وقتها، يعني في فترات، يعني في زمن المالكي كان هو مستشار المالك المالي، في زمن كذا، فكان يقال بأن هذه النصيحة كان لن يؤخذ بها بشكل صحيح. وكان هي شنو نصيحته؟ انه صعد الدولار، اي كان قيمته هو طبعا هو وراء هاي العمليه صعد الدولار، وحتى سمعت انه كان هو يريد اكثر من هذا الـ يعني السعر، لانه على اساس انه القضيه تاخذ. انا ما اعرف بدا صحه اجراءاته، ولكن واقع حال يظهر ان الواقع للدينار تدهور بشكل سريع دون ان يكون مقابل دعم للفقراء. يعني هناك ارتفاع في مستوى المعيشه، وايضا ارتفاع في غلاء في الاسعار، وبالتالي كان الفقير يعاني، وهم كانوا عندهم اجراءات لدعم الفقير. انا اتصور في تقديري، انا لا اقول انه هناك هجمات سياسيه، نعم الهجمات السياسيه الحقيقيه انه من يقف وراء عمليه تهريب الدولار في هذا الوقت، لان اجراءات الحكومه في وقتها كانت اجراءات صارمه. هسه ما اعرف حجم الفكره اللي طرحتها البنك المركزي بعد استبدال المحافظ جديد، ما اعرف الفكره والبيانات اللي طلقوها هي، هل البيانات كانت مجديه او غير مجديه، هاي جاوب عليها الاقتصاديين. لكن بشكل عام الدوله اتخذت اجراءات صارمه وقويه لمحاربه السوق الموازي، وكان يشخص الامور بانه بالسوق الموازي هو السبب في هذه المشاكل. فعلا لو نقراها بشكل عام انه مثلا كان البنك الدولي، مثلا البنك المصرف المركزي، البنك المركزي كان يبيع مثلا باليوم 250 او 300، يقال بان مثلا 150 فقط باجراءات او بوصولات قانونيه، لكن البقيه وين تروح كانت؟ يعني الى اين تذهب؟ هنا السؤال كان يتداول انه اكو المبيعات البنك المركزي مو كلها بوصولات رسميه. هسه تمام، هذا بالسابق، لو حاليا نفس الشيء. هو حاليا السابق كان هذا فري، في بشكل عام يعني كان التهريب يجري بشكل عام، وحتى في مسؤولين كبار، خب تدري هاي الشغله اللي صارت مع نور زهير وغيره وغيره، كان كل وضع ماشي فلتان هناك. لكن في زمن السوداني اتخذت اجراءات شديده وصارمه في العديد من الامور، تهريب الدولار الى الاقليم، مساله الحدود، الامور الاخرى، كذلك مساله بيع يعني التعامل بالدينار العراقي كان جيد، يعني افتروا على الاسواق، راحوا على اماكن اخرى، الشقق السكنيه غيرها غيرها. نعم كان التعامل بطيء بالنسبه للمواطن، ولكن هي مشت الامور، حسينا اكو ارتياح، حسينا انه الدولار بدا يتراجع. لكن في لحظه ما الامور شو انقلبت من جديد، يعني رجع الدولار يصعد، وحمل السوق الموازي هو سبب هذه المشكلة. السوق الموازي وين يدز الدولارات؟ إلى أين يدز الدولارات؟ تركيا يقال، إمارات، إيران، هاي الأمور اللي كانت تنطرح إنه الفلوس قاعد تطلع هناك تطلع. قسم قالوا الأمريكان هم السبب في هذه، وهم يشددون العقوبات على البنوك. زين. وبالتالي. وين الحقيقة من الموضوع؟ هذه الحقيقة الصور. الدولار كعملة وهو مصدر اقتصاد رهيب. بالنسبة للقوى، بعض القوى مع الأسف الشديد، القوى المسلحة، القوى المستفيدة، هناك قوى ترعى هذا الجانب في تقديري، وهي اللي ترعى عملية التهريب، هي المستفيدة من عملية التهريب، هي المستفيدة من المنافذ الحدودية في كل المكانات، ليس فقط على مستوى الشمال وكذا. أول حكومة ما تقدر عليها، ما تقدر تسيطر عليها. الحكومة تقدر بالتأكيد. شوف الحكومة تقدر. إذا تقدر ليش ما ليش, ليش ليش ما وقفته؟ لا ما تقدر، يعني ما تقدر بشكل عام تلغي كله، لكن هي بمرور الزمن راح تشخص الحالة، وهي قاعد تشخص الحالة وتتكلم مع الجماعات إنه أكو شيء يصير خطأ بهذا الجانب، يصير تدخل بهذا الجانب، يصير تهريب بهذا الجانب. نعم ماكو تدخلات، هسه في مره ينفون، في مره يعيدون، في مره يتركون الامر. لكن لا تنسى هاي جماعات خاصه لهذا الموضوع، لو جماعات شنو احزاب سياسيه. انا اشوف المزايده على الدينار، اشوف المزايده على الدينار والمضاربات اللي قاعد تصير على الدينار. مضاربات مو سهله، يعني قاعد تصير مضاربات بالملايين. يعني اليوم تنزل عن مضاربة على اللي يضاربون بالدولار وبالدينار، منهم هم مجموعة، أكيد أكو مجموعة قاعد تضارب بالدينار، ولا هذا من اللي يتحكم بالصعود والنزول بسوق الموازي ويأثر على الأسواق بشكل عام؟ أكيد أكو مضاربين. هذول المضاربين شنو حجمهم؟ شقد إمكانياتهم؟ احسب الأموال اللي يداولوها بالملايين، بالمئة مليون، 150 مليون يوميا. أكيد هذول أكو من يعني يمكن ان يقول يحميهم او يعطيهم دعم او نفوذ هالجانب. تمام، سيد عدي شنو الموضوع؟ شنو القصه بالضبط؟ الدولار قاعد يصعد باستمرار، الحكومة حاولت مع البنك المركزي، حاولت بإجراءات، سوت هواية تفاصيل، ما قاعد توصل إلى نتيجة. طبعاً مساء الخير على حضرتك وعلى الزملاء الأفاضل، الضيوف الأكارم ومشاهدين الأيام الأعزاء. حقيقة موضوع الدولار موضوع شائك، يعني هو يعني مربك بإدارته وبفنون الإدارة. هي دائماً احنا نقول ترى يا أخوان، ترى الإدارة هو عبارة عن فن وذوق وأخلاق. إذا ما عندك فن
فاذا ما عندك فن لازم عندك ذوق، واذا ما عندك ذوق لازم عندك اخلاق، اخلاق بالتعامل، التعامل بالاداره، الاداره الماليه. اليوم احنا نحشي على مشكله حقيقيه قديمه قديمه ولحد الان ما زالت اللي وعقيمه، اللي هي الاداره، اداره المال بالعراق، اداره السياسه النقديه بالعراق. هذه المشكله الحقيقيه اللي واجهتنا، وحقيقه احنا كثير ما تكلمنا بأروقة الحكومات المتعاقبة، وتكلمنا وشخصنا المشاكل وأعطيناهم الحلول حقيقة. من أول مشكلة بالسيد الكاظمي، من بدل سعر تصريف الدولار من كان 1190 إلى 1350 تقريبا. لهذا طبعا هذا الحل الأبسط لتقليل الفجوة الكبيرة، لأن كان أكو عجز كبير، كانت أكو مشكلة عند الحكومة العراقية. هم حقيقة احنا اعطيناهم في وقتها مجمل حلول، لكن هم حقيقة راحوا إلى الحل البسيط اللي هو رفع سعر تصريف الدولار على حساب اكتناز الحكومة الخزينة المركزية، وبالنتيجة النهائية هنالك يعني كانت مشكلة حقيقية في الشارع العراقي. هذه بداية المشكلة، بعدين هذه انعطافا بهذه المشكلة حقيقة ظلت متأزمة هذه المشكلة. يعني هذا علاوي والكاظمي، هسه علاوي في وقت الكاظمي، نعم في وقت السيد الكاظمي علاوي السن، هذه السنة الحسنة، هو طبعا هو هي هذا الجهبذ العظيم اللي يجري هنا على أساس هذه الإمكانيات وعقل وجاي من بريطانيا. دكتور محمد، هذه المشكلة حقيقة هذه اللي بدنا نتكلم عليها، هي مو فقط هي يعني تغيير سعر التصريف، يعني يكون الحكومة أو المسؤولين يعرفون بأنه أكو ثقة ما بين القطاع الخاص وما بين الناس وما بين المركز العراقي والحكومة بالقرارات. اليوم أنا كل ما أغير بالقرارات كل ما تضعف هذه الثقة بين الجانبين. لذلك حقيقة إحنا نرى بأنه الأموال اللي موجودة حتى بالمصارف بدأت تنسحب بهذه الوقت. ليش؟ لأن فقدت الثقة الناس لدى بحكومة السيد الكاظمي وفي وقتها وحتى في البنك المركزي العراقي، وحتى بعد تغيير سعر التصريف وتصريحات السيد رئيس الوزراء. حقيقة حتى احنا بالإعلام دائما قلنا يا أخوان لا تكتنزون الدولار، الدينار العراقي أقوى فعلا بحساباتنا احنا، لأن ما كنا نتوقع بأنه المركز العراقي هكذا يفكر أو هكذا تطلع من عنده قرارات يعني تفلش كل ما نحاول أنه نبنيه. تغيير سعر التصريف من 1450 إلى 1320 المفروض أكو سلسلة إجراءات قبل هذا القرار خاطر ينجح، لكن إحنا نطلع قرار وبعدين نطلع مجموعة قرارات، أكيد هذا راح يضعف القرار ونفس الوقت مستحيل ينجح. إحنا عندنا مشكلة بالشارع العراقي الآن. حضراتكم تقولون، وكل دائما كثير من الاقتصاديين والسياسيين وحتى البنك المركزي يقول أكو تهريب، أنا أقول لك ماكو شيء اسمه تهريب، هذه كذبة. ماكو تهريب؟ هذه كذبة. كذبة زرعتها المحاصصة والأحزاب والمصارف وحتى البنك المركزي العراقي. أوكي تمام. دكتور، أنا أوضح. إذا ماكو تهريب وين قاعد يروح الدولار؟ أنا أقول لك التهريب شنو معناه؟ معناه أنه أكو سرقة من أموال، خاطر الناس تعرف شنو معنى التهريب. يعني معناه أكو سرقة من أموال الشعب من الدولارات وإرسالها لبلد آخر بدون بضائع بدون كل شيء. يا أخوان الموضوع لا يختلف. لا 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 هو بس خذني على قد عقلي. هو الأموال بالمصارف تابعة لأشخاص ومعروفين، هذا واحد باسم امه، واحد باسم لعبته، واحد باسم مدري منه، وهذا شايفهم ذولا كل يوم طاقين عندنا خمسه سته بهذا الوقت، وصاروا كبار وتحكموا بالكتل السياسيه وقاموا يتحكمون حتى باكبر شخصيه على مستوى. تمام دكتور، هذه الارقام اللي تفضل. هذا عندهم اموال يحطونهم بسياره ويحولونهم عن طريق اربيل ما ادري وين، ويعبرن الحدود وهناك يروحن. هنا هاي الطريقه صح لو غلط؟ تمام. اللي بدك تتفضل انت ب نسبته ما يتجاوز 2% من الارقام اللي تطلع يوميا من المبيعات البنك المركزي. سعد الدكتور محمد وين تروح؟ لا شيء يعني هذا ما يسمى التهريب. هذا كمجمل مبالغ احنا بدنا نحكي على يوميا بحدود ال 200 250 مليون دولار احتياج العراق. في وقت الكاظمي كان 150 مليون، اليوم بدنا نحكي على 220 230 مليون يوميا حسب الموازنه. زين. حسب الموازنه احنا عندنا تقريبا 90% بحدود ال 90% من الموازنه هي تشغيليه رواتب. تمام. رواتب بالنتيجه النهائيه هذا الموظف من يستلم راتب امواله وين يوديها؟ غير يشتري بها بضائع. احنا عندنا صناعه، عندنا زراعه، عندنا منتجات داخل العراق.
بالنتيجة يجب أن يستورد بهذه الأموال من خارج العراق. يعني إحنا نحكي مقدر باليوم يجب على البنك المركزي يبيع من 200 إلى 230 مليون دولار لتغطية فقط نفقات الموازنة، فقط الحاجة، نفقات الموازنة الحقيقية. زين أي مبلغ أقل من هذا رح يسوي إرباك بالقطاع الخاص. هذا من جانب. جانب آخر، أنا عندي بضاعة، هذه البضاعة دا أشتري من بلدان معاقبة. أنا كحكومة لحد الآن ما حليت هذه المشكلة. لحد الآن أنا صار لي اليوم أمريكا صار لها سنة ونص سنتين تقول يا بحلوا مشكلتكم مع الجانب الإيراني، حلوا مشكلتكم مع تركيا، حلوا مشكلتكم ويا سوريا ويا الدول المعاقبة. إحنا ما اشتغلنا بجدية بحل هذه المشاكل. أنا يومياً عندي بضائع. شلون استعجل حل المشكلة؟ بس خلينا أكمل. اليوم أنا عندي بضائع، هذه البضائع دي تدخل من هذه الدول حقيقة تدخل. ليش؟ لأن أسعارها زينة، رخيصة، قريبة. يعني أكو كثير من الأمور مبالغ تتراوح بحدود 25 مليار دولار بالسنة. زين، هذا 25 مليار دولار البنك الفيدرالي الأمريكي والمركزي ما طاها غطاء رسمي. صحيح. هذا يضطرون أنه يشترون من السوق. هذا ما تسمى تهريب أخي، هذا ما يسمى تهريب. هذه شراء المفروض الحكومة أول قرار تتخذ بحل هذه المشكلة. 25 مليار دولار بالسنة يعني تقريبا ثلث الموازنة العامة. هذا يسوي إرباك كبير بالنتيجة النهائية. ماكو نقد يباع إلى الداخل العراقي، فأكيد يصعد. يعني هذا ما يراد له. يعني هذا الموضوع موضوع يعني ألف واحد زاد واحد يساوي اثنين. هذا الموضوع اقتصادي بالكامل. أنا على مود أحل هذه المشكلة يجب أنه أنظر إلى 25 مليار. شلون أقدر أحلها ويا الجانب الإيراني؟ تعال يا جانب الإيراني، أنت عندك أولا مبيعات، تبيعين لنا كهرباء، تبيعين لنا غاز، عندك مشتريات القطاع الخاص بحدود 8 إلى 10 مليار دولار، مجموعهم بيتراوح من 18 إلى 20 مليار. أنت تعالي يا جانب التركي يا سوريا، المفروض المهم أنه 25 نجي نسقط دولة دولة. تعالي أنت يا إيران، أنا شلون أقدر أحل الموضوع وياش؟ تعال مثلا على سبيل المثال، حلول كثيرة. واحدة أحد الحلول، الحكومة هسه ما متحركة على هذا الموضوع. أدواتها غير حقيقية، أدواتها مو حقيقية، أدواتها إعلامية فقط. خلينا نكون واضحين. استاذ محمد الحلول خلينا نشوف. لا هسه هو قال لك الرجل من ايران شلون يحلوها؟ امريكا تقول لك ما تحول، ادواتها اعلاميه فقط. لا ما له علاقه، لا ما له علاقه. هو بيتكلم عن حلول لازمه تعامل بين ايران وتركيا وسوريا. امريكا ما تقبل تحول. زين فخلينا نسمع الحلول. امريكا ما تقبل، العراق يخاف يحول. هسه قال لك الرجال، قال لك عمي حيدر العبادي فقد وزارته على مود حكي عن الدولار طيره. احكي لنا انه شنو الحلول؟ شنو الحلول؟ شلون نقدر نحل؟ الحكومة ما تعرف الحلول حبيبي. ها يعني لا بالعكس، لا عندها حلول. انت اريد اسال، هل الحكومة ما تعرف الحلول؟ زين اذا ما تعرف الحلول ليش طلع لنا قال يا ابي شوف استاذ ضموا فلوسكم بالدينار، لا تضمونهم بالدولار؟ امريكا عندها حلول، بس الحلول انه امريكا ما تقبل. لا انا اقصد الحكومة. حكومة من تروح على امريكا تقوم يا بطونا سماح انطونا نحول فلوس، اي نسمح لكم 3 اشهر تاخذون طاقة كهربائية، بس ما نسمح لكم تحولون دولار. نسمح لكم 3 اشهر تاخذون طاقة، بس الفلوس ما نسمح لكم اياها. من جت السعودية ورادوا ياخذون سعودي راد ياخذون اموال من الحجاج الايرانيين، قبلت امريكا ان تحول 2 مليار و800 مليون دينار من الفلوس الموجودة بالتي بي اي الى السعودية لصالح الحجاج الايرانيين، لان السعودية تدخلت. العراق من يدخل ما يسمحوا له يحول 11 مليار دولار النايمة بالتي بي اي الى ايران، ما يسمحوا له. هاي معروفة. زين. وبالتالي هسه صارت مقايضة، ما أعرف شو طبيعة مقايضة صارت بين أمريكا وبين كذا، حولوه إلى تركمستان. من تركمستان اشتروا غاز. العراقيين سووا عقد صفقة ويا تركمستان. تركمستان تعطي شمال إيران، الإيرانيين من الجنوب العراق الإيران ينطونه إنه. صارت في الترتيب معين بهذا الاتجاه. تمام. وحلت تقريبا جزء من أزمة الفلوس الإيرانية اللي هي بتراكم. هاي جزء من الأزمة. لا أنا أقول. هاي مو كل الأزمة. هي فلوس، هي قضية بالنتيجة فلوس. فلوس ما تتحول إيران. ما تسمح امريكا بتحويل الفلوس الى ايران ولا تركيا ولا سوريا. هاي الدول اللي بيها بناء الاستاد يطلع. واحنا ما عندنا خيار ان نبلش. قال اكو حلول، احنا نريد نستفيد منه، نريد نستفيد من الحلول. تمام. ما اعرف حلول. ماكو مشكله دكتور. يعني عندكم يعني ليش قبل الحلول خلي بس اعطي فد ملخص للي دا يجرى الان بالساحه الاقليميه وبما يخص الموضوع الاقتصادي. اولا شوف، يعني هسه خلي نجي اول نسقط موضوع اول موضوع. قبل فتره قريبه انت حضرتك تدري انه صار اتفاق بين
حكومة السيد السوداني والجانب الإيراني على مقايضة يطوهم النفط الأسود، مو الخام، النفط الأسود اللي يطلع من التكرير بمقابل إنه يقللون من مال الكهرباء والبقية الأمور حقيقة، أو حتى النفط الأسود، النفط الأسود هم سموه حقيقة. اسمح لي أقول لك، أنا أريد أعرف وأطرح هذا للشارع، وأتمنى واحد بهذا التخصص يجي يجاوبني. زين، أنا إيران أصلاً هي معاقبة بتصدير النفط، هي أصلاً عندها يعني الطاقة الإنتاجية مالتها ما النفط أقل من نص تبيع عالمياً، للمعاقبة. زين، هل من المعقل، هل من العقلانية بأنه أنا أبيع لها، العراق يبيع لها بسعر أقل من السعر العالمي؟ بالمناسبة هي تبيع بسعر أقل من السعر العالمي وبنسبة كبيرة. هل من المعقول أني هي أصلاً تبيع بأقل من السعر العالمي؟ معقول أنه أنا أبيع لها بأقل من السعر العالمي على مود أغطي نفقاتي؟ زين، شنو هالفكر هذا؟ وشو يعني شو تسوي بإيران؟ هي حتى إيران استغنت عن النفط أصلاً، ما محتاجتها أصلاً، يعني ما محتاجتها. بس خلنا نكمل. لذلك بس خليني اكمل لك، لذلك سعر الايراني انا قاريه وش تطلع لك اياه، لذلك يبادون بسعر الاوبك. تمام، لذلك احنا شو نقول بانه اللي ما يجرى حقيقه هو موضوع شو اعلامي، يعني مو اقتصادي ابدا، بعيدا عن الاقتصاد. يعني هذه واحده. اثنين احنا بدنا نتكلم على مبيعات البنك المركزي، خلينا احكي لك هسه وقبل شهر. هذا هالفترة اللي صعود الدولار من 1400-1500 لحد 1650. البنك المركزي العراقي كان، بس انتبه لي، من أول يوم بدأ بالبيع بواسطة بطاقات الماستر كارد والفيزا كارد اللي الأخوان دي يقولون ده تروح إلى بلدان أخرى. حقيقة من هذا اليوم إحنا قلنا ترى هاي الحلول كاذبة مو حقيقية. انتوا تنزلون سعر الدولار من خلال البطاقات، قاموا بالجنط يطلعون بطاقات الماستر كارد والفيزا كارد، تذكر كل الزين، الى دول الجوار تركيا وغير تركيا، وتنزل المبالغ مره ثانيه ترجع للعراق وتروح ينزل الى الشارع الدولار، اذا تذكر بهذه المبالغ. الحكومه سوت، البنك المركزي سوت، صارت رقابه مشدده. قبل كانت ماكو رقابه على البطاقات، صارت رقابه مشدده على البطاقات. نزلت مبيعات المركزي، انتبه على هاي الارقام، نزلت من 90 مليون دولار باليوم الى اليوم بيحكون 45-40 مليون دولار. زين، هاني يوميا. زين، اني هذا الفارق مو هذا اللي حيأثر عليه بالسوق. انت اصلا انتم ما عندكم حلول حقيقيه، انتم معتمدين على حلول كاذبه وهميه اللي هي البطاقات وغير البطاقات. ما تخليتونا نساعدكم بانه نعطيكم حلول، هذه الحلول ممكن ان تعالج من الجذر. يعني اعطيك مثال من حل من الحلول. اليوم احنا عندنا مشكله ويا الجانب الايراني، صح ولا لا؟ امريكا تقول ما ممكن انه اي دولار يذهب الى الجانب الايراني. زين، مو صحيح ولا لا؟ العمله الدولار هي عمله امريكيه مو عراقيه. العراق هو مستفيد. العراق هو مستفيد، لكن هي مو عملته. شلون احنا مثلا العملة العراقية واضح. احنا بكيفنا نبيعها لهاي الدولة، نتعامل ويا هذه الدولة، هي بسياستنا، بسياسة الدولة. واضح. بالنتيجة النهائية هذه السياسة خلاص انتهى، لازم احنا مدام احنا رهننا اقتصاد العراق بالدولار لازم احنا نرضى كل ما يجرانا. زين، ونحاول نحل مشاكلنا بهذا الاتجاه. الحل شنو؟ الحل البسيط بانه احنا عندنا الجانب الإيراني عنده مشكلة، لا تقول لي ما عنده مشكلة، عنده مشكلة بالنقد الدولاري، مشكلة كبيرة، أزمة كبيرة داخل إيران. والحل والعفو والدليل بأنه سعر التومان تعرفون ايش قد صعد، يعني في الأرقام كلش كبيرة. الحلول بسيطة بأنه منطقة حرة بين العراق وإيران، منطقة حرة سهلة، هذه منطقة حرة بين العراق وإيران، يجون تجار عراقيين بكل التخصصات يجيبون بضاعات مواد اوليه تدخل بالصناعه الايرانيه. هاي خب مو يعني مو صعب الموضوع، يستوردون العراقيين على حسابهم بالرسمي وبالطرق الرسميه ويجيبوها بهذه المنطقه ويبيعون بالدينار العراقي. لمن يبيعون بالدينار العراقي؟ يبيعون بالدينار العراقي للجانب الايراني. انتهت المشكله ويا الجانب الايراني بحدود 18 مليار دولار بس. انت هي هاي جزئيه من الموضوع. انت هنا ايش قد عندك مشاكل بالداخل؟ هذه مشكلة من مشاكل دكتور، مشكلة مهمة، مشكلة مهمة. هذول المضاربين بالدولار، هذول المضاربين بالدولار ايش قد يربحون؟ انا ما اعرف ليش تاخر علي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، بس ايش قد يربحون من الدولار؟ خليني اروح للدكتور وارجع لك مرة ثانية. دكتور، اذا الموضوع سياسي وبهذه الطريقة، يعني الان لما نتحدث عن جهود تبذل يعني كأنما الجماعة مضيعين القصة منين تنحل.
هي معوقات سياسية بس هو بس هي المشكلة اقتصادية مالية. زين. وتدري هو النظام العراقي النظام المصرفي العراقي أصلاً هو نظام مو طبيعي مو نظام يعني يوازي الأنظمة الدولية والعالمية بنوقنا ووضعنا ومصارفنا ونظامنا الاقتصادي تدري هذه هم تلعب دور في مسألة السيطرة على قضية الاقتصاد وقضية المواد وقضية المصارف. اليوم احنا لحد الآن ما نعرف اقتصادنا شنو نظامه شنو طبيعته، هو النظام الحر هو نظام اشتراكي؟ لا زال لحد الآن عنده قوانين اشتراكية يعملون بها في قضايا تتعلق بسيطرة الدولة على الكثير من الموارد. لحد هذه الدقيقة احنا الدولة تتدخل في كل في الصغيرة والكبيرة، حتى في ترك الزبل هم تدفع فلوس الدولة للعامل وغيره. يعني ماكو شي دول بالعالم اللي تريد تطلق العملية السوق الحر وتفتح سوق الدول العالم ويستوردوا والجمارك 5% وشيتوا. زين. وبالتالي تلقي الدولة لا زالت الآن تدخلت مرة ثانية الدولة بحيث تدعم المنتوج حتى تدعم الفقير وقام تفتح مخازن وتنزل مواد غذائية دجاج وماشون كذا وروح يشتروا من هناك بسعر رخيص. وبدأ الدولة تدخل بالسيارات فإحنا لحد الآن أنا ما أعرف يعني يجوز إحنا النظام الاشتراكي يرام نظام الرأسمالية يرام أنا ما أعرف هاي الشغلة. أنا أريد اقتصاد واضح بالدولة. الدستور العراقي يقول لا. نظامنا نظام السوق المفتوح السوق الحر. فبالتالي لازم تمشي بهالطريقه هاي من جهه تجي على البنوك. البنوك هل حقيقه البنوك العراقيه هي بنوك بها نظام مصرفي حقيقي؟ يعني اكو نظام مصرفي حقيقي تطب على بعض البنوك اكيد دكاكين ما عندها لا يقرض لا يسلف لا ينطي شركات لا ينطي مصانع بس مجرد ما ادري الناس 70% 80% من الدولارات وفلوس حاصلها ببيتهم ما عندهم ثقة بالدولة ولا عندهم ثقة بالبنك الرافدين والرشيد. وأغلبهم يقول لك 70% من الفلوس نايمة بالبيوت وهذه هم مشكلة. دول العالم الآن ما تتعامل بالسيولة ماكو واحد شايل بجيبه فلوس ويتعامل الآن هاي انتهت صحيح. الفلوس كلها بالبنوك تروح وتجي زين وانت تأخذ هذا الكيكارد وتستخدمه بكل مكان بحيث انت الفلوس تصير بها حركة وهي بالبنوك صحيح. هذا يدعم النظام المالي يدعم النظام المصرفي ويجعله قوي ويجعله عنده سيولة دائمية والتحويل يصير من خلال البنوك زين. هذه الأمور يا أخي العزيز هذه احنا نظامنا لحد هذه الدقيقة نظام المنصة والسوفت وما شنو بس انا ما اعرفها والله بدي احكي حسب ما اقراه واشوفه لكن انا اقول احنا ما عندنا مدى يشوف عندنا نظام مصرفي واقتصادي وحتى نقول الدوله والبنك المركزي بين دي يمشي كل واحد يطرح له فكره كل واحد يطرح راي انا على الشكاوى الاخ استاذ العلوي موجود اخونا هنا انا دي اسمع انا اسمع اقتصاديين عديدين ويلتقي السيد رئيس الوزراء بمجاميع كبيره من الاقتصاديين بمجاميع كبيره من الاقتصاديين خلي الاقتصاديين ما يدز عليه ويسمعون ويشكلون لوبيات حتى لو يحكي لك عبد الرحمن بشداني هو واحد من الناس اللي ايضا يدزون عليه ويسمعون ومو بس هو يا اخي انا شخصيا من يطلعون واقعد وياهم اسمع اللي كل نظريات انسان مو اقتصادي بس اسمع كل واحد عنده وجهه نظر كل واحد يطرح له برنامج كل واحد ماذا احس انه اكو فد رؤيه مشتركه لقضيه معينه اقتصاديه حتى نقول هذه فلان شركات التأمين ما عندنا قوية شركات الائتمان ما عندنا قوية لازلنا الآن إحنا معرضين لندفع أضعاف بالشركات التأمين لأنه إحنا لحد الآن يعتبرونا في خطورة الأمور أنا أقول أنا ما لي علاقة أنا كمواطن أنا كمواطن أنا ما لي علاقة أنا طلعت أنا بس اسمح لي أنا شفت رئيس الوزراء يتوعد وراح أسوي فلان شيء وراح أسوي فلان شيء وراح أسوي فلان شيء وراح أسوي فلان شيء أول اختبار لرئيس الوزراء الدولار هذا لحد الآن فشل فيه هذا كلامك سليم أنا ما أقول فشل فشل لو ما فشل لا لا أكو محاولات لا ما ايه؟ أنا ما أقول فشل لا لحد هاي اللحظة قدر يسوي شيء أقول محاولات ايه؟ أنا قلت لك أكو محاولات عديدة هسه واحدة من المحاولات هسه الأستاذ العلوي جوز جاوبنا عليها أكو محاولة يوم 1/1 راح يصير عملية التعامل بالدينار العراقي زين على أساس بداية السنة الجاية راح يصير التعامل بالدينار ونرجع للنظام الالسي اللي يريد يستورد يروح يجيب الالسي هاي الاعتمادات وما شنو اللي موقع فقط بس هذول لهم حق يبادلون بالدولار غيرها ماكو كله بالدينار على اساس تبدي الخطه 1/1 بالشهر الحكومه معوله على هذا الجانب وانا سمعت بعض الاقتصاديين يأملون نفسهم انه هذا الموضوع فعلا راح يؤدي الى عمليه السيطره على عمليه سعر الدينار وسوق الموازي هاي نقطه راسطه هذه ادري اني بقيه الامور شوف لا هو الدولار المعروف قصة الدولار والمضاربات بالدولار وراها مافيات طبعاً ومافيات جزء منها سياسية صح؟ هذا بالتأكيد مو سياسية ايه؟ أشكال هي بس هي ترتبط بعدين بالسياسية ترى السياسي بدأ تأثيره بيقل لأنه أكو طبقة لأصحاب الفلوس والهذا بدأوا يصعدون
وهاي الطبقه صارت تتفرع منها قامت تتحكم اي وتعال افتح هذا اي قام يتحكم من هذين البنات من جده ما شاء الله اللي هم نزلت في الطبقه الجديده تتحكم بالسوشيال ميديا وكذا يحكوا بالفلوس وكذا ذني ذني هم قام يتحكم طبعا بالمستقبل لهم دور بالتاكيد عموما اذا تكلمنا بهذه المساله يا عيني أنا بالنسبة لي طبعاً ما أريد أمني الناس لأن أنا ما أعرف أنا بالنسبة لي أكيد أسمع أكيد أنا إنسان أسمع أنا أشوف فعلاً أكو تهريب أموال ما أدري الأستاذ علي يقول ماكو تهريب أنا أدري أكو تهريب وأعرف اللي لزموهم العصابات أعرفهم بالأسامي اللي جابوهم واللي اعتقلوهم لازم بسجل أكو؟ نعم أكو مجموعات كبيرة بين بغداد والإقليم مجاميع قاصات كبيرة نزمتهم الحكومة؟ نعم نزمتهم قاصات كبيرة محفوظة بالملايين زين يعني أنا طبيت واحد منهم بعد ما نزموهم وطلعوهم ما تصدق هذا المكان طبيت بيه شنو هذا يعني فت قاصات داخل قاصات قاصات مال أموال؟ اي طبعا قاصات داخل قاصات شو وصلوا لجماعة الأمن ما أعرف يعني عملية زين لا لا وصف لي هاي القصة هاي قصة الأموال هاي قاصات داخل قاصات شبيه أموال أموال التهريب معدل التهريب كل الشراء من السوق الموازي مضاربات هاي حكي قبل شهر أكثر من شهر زين وين هذا المجموعتين في أربيل صار تعاون بسيط بين أربيل كذا هذا دكتور في ببغداد هذا الموضوع نعم في بغداد كان نعم في بغداد كانوا هذول ولزموهم والدولة لزمتهم ولزمة عصابته من النوع هذا أنا أريد أقول بشكل عام إذا كان المطار صار هو المنفذ الوحيد نعم المطار هذا سيطر عليه لأنه أنا سمعت أيضا بالمطار تم إلقاء القبض على مهربين مخدرات ايضا وتم إلقاء القبض على اعداد كبيره من تتحدث عن مطار بغداد نعم لزموا كثيرين من المطار مطار بغداد ليش الدوله الان تفكر بتجديد او تبديل شركات اللي تسيطر على مطار بغداد هذا المنفذ الحكومي الوحيد المنفذ الرسمي الوحيد للعراق وبالتالي اذا تقول الان اكو عميد واكو كذا ويستلم رشوات وهرب دينار نعم اكو قبلها الدوله لزمه تهريب زين دكتور انت مطار بغداد من تروح له تقول شنك طاب لك ما ادري ثكنه عسكريه مدري شنو هي مصيبه سوداء من اي والله بس بس الفي اي بي 6000 مره يتفتش المواطن يلا يفوت منين يفوتون ذول الجماعة اللي يهربون المخدرات اللي يتفتش ماي ما يحمل مخدرات هذا المسكين بيت الماي يتفتش الماي يتفتش طبعا اكيد اكيد يعني شلون يعبر العاد لا هو مو يعبر شيء غرامين وثلاثه يعني هاي شغلات تدري ترتيباته اذا تقول اكو تهريب على مستوى المطار هذا وين العميل شي ياخذ يعني هرب له 10000 دولار 20000 دولار بتاكيد هاي كميه ضخمه هسه انا ما اعرف بس الدوله مشدده على المطار يلقون القبض على الكثير من الجزاء سدوا المنافذ عديده ولكن مع ذلك يحتاج تشدد طبعًا. يا اخي العزيز نحتاج الى فكره اقتصاديه متينه قادره فعلا حل المشاكل وبعدين احنا لا نستبعد وضع امريكا سيدي استاذ علي وحبيبي لابد ان يضين وضع امريكا وحصارها على هاي الدول وقضيه الدولار وقضيه السوفت قضيه المنصه ايضا خلي امريكا اكو عقاب ايضا خلي اكو عقاب امريكي اكو عقاب امريكي للعراقيين تخويف امريكي دائم 24 ساعه تخويف امريكي من قضيه الدولار والدينار والفلوس اللي نايمه عندهم بالبنك الفدرالي وهذا طبعا بالبنك الفدرالي لعلمك ترى هو مو اجباري بالنسبه لنا اكو مقول انا قبل كم يوم يعني سويت حوار مع السفير الروسي في بغداد قال الأمريكان يبتزون العراقيين وخصوصا في القضية المالية في قضية فدرالية نعم يبتزون يعني يبتزون نعم العراقيين نعم من أجل ماذا نعم يبتزون نعم ما يسامحهم الرؤساء وزراء بالنص بإذني يعني من أسامي هم محسوبين على أمريكا هم سامحها سامحها أنه أمريكا نعم من المحسوب أمريكا على المحسوب على أمريكا الكاظمي وبعد من يعني الأمريكي يعني الكاظمي قال أنه أنا الأمريكان يبتزون أنا الكاظمي ما سامع منه أنا الكاظمي ما عندي علاقة بي بس أنا سامع انه يبتزون اكو نعم بس اكو رؤساء وزراء اصبع السوداني ما يعبر عليها شغله شكا صراحه قدام الناس يقولها زين لا مدحن بي ولا السوداني من الشخصيات اللي شبيهه بشخصيه دول المالكي ما يتقبل اي ضغط عليه كل كان كل صراحه ما يقبل ضغط هو طبيعته هذا زين. هو رجل طبيعته ارادته واضحه انا اتصور اليوم اكو ابتزاز نعم اكو ابتزاز نعم اكو ابتزاز واضح مو بس ليش تروح بعيد صار محمد هذا الابتزاز اكو المحطات الاعلاميه التابعه للجماعه هم يحكوا بها ها دولار وراح يحاربونه به وراح يقطعونه لا هاي مو واضحه ما ادري شو مو واضحه لا لا المحطات الاعلاميه التابعه للجماعه الجماعه منو جماعه اللي معروفين يعني اعلامنا السماء معروف لا وصفها شنو هي الجماعه خلينا نطلع سلامات زين عموما انا اقول بشكل عام اكو تدخل ايضا اكو وضع امريكي نعم وضع الامريكي اللي حصاره على تركيا حصاره على ايران احنا شنو دخل احنا اليوم دوله صديقة إلى أمريكا دولة تتعامل باتفاقيات أمريكا يابا إحنا الغاز والكذا مهم بالنسبة لنا يحقق استقرار سياسي يحقق وضع اقتصادي هاي قبلون
ما يرضون. ليش تدخل السعوديه في فلوس الحجاج يحولوها؟ زين، وصلنا الى مرحله انه نشتري من الدولار من الخارج الان القرار الاخير صحيح. وين يوصل الموضوع او حسب تصورك وين راح يوصل الدولار؟ يعني يبقى على 165 لو بعد عندنا صعود اعلى لو شنو بالضبط؟ احنا اكو قرار للمركز العراقي اعتبارا، تفضل به الدكتور، اعتبارا من 1/1 راح تكون التعاملات والتبادلات بعيدا عن المركز العراقي. المركز العراقي راح يكون مراقب، راح يكون مراقب. التعاملات وين؟ بالشارع بدنا لا لا لا، بالبنوك، بين البنوك وبين المستوردين. بين البنوك وبين المستوردين، يعني المستورد يجيب الفاتوره واوراق الرسميه وهو مسؤول على هذا الشركه اذا كانت مزوره او عنده اي مشكله، والبنك المركزي راح يراقب. حقيقه هذا بها بعدين. البعد الاول يا اما يصير الدولار ب 2000 يا إما يا إما الدولار يصير ب2000 يا إما الدولار ينزل. شلون ينزل؟ يعني يستقر على 1400 وشوية 1420. شلون أو شنو المشكلة أو شنو الحلول أو شنو يعني الآلية؟ شنو الآلية كالآتي. هاي بها ريسك عالي هاي القصة. أي نعم. إذا لو صاعد ل2000 لو نازل نعم. هنا يتبع دكتور محمد، يتبع إجراءات المركزي نفسها والأدوات المتاحة. إذا سلم الموضوع لحية الاقتصاد العراقي بيد المصارف بالكامل أخذها من عند الدولار راح يصير ب2000. وإذا كان لا إلى سطوة وسطوة الفارس والمتابعة والرقابة على القرارات اللي صدرها، لا الدولار ينزل ويستقر. لكن أنا شخصيا وتحالف الاقتصاد العراقي مقتنعين بهذا الكلام، بأنه المركزي غير قادر اليوم، إحنا بدنا نقرأ قراءتنا، غير قادر على المتابعة والرقابة الصحيحة بصورة صحيحة وإصدار القرارات الداعمة للاقتصاد العراقي. ليش؟ يعني أسباب كثيرة. أولها التأثير السياسي. تأثير السياسي من الأحزاب السلطة تأثير كبير جدا على واضح. يعني هسه إحنا مو قريبين من عندهم لكن نشوفه، يعني القرارات واضحة بها أكو تأثير من الأحزاب السلطة والأحزاب اللي عندها نفوذ، اللي عندها مصارف وعندها كذا. أنت تعرف حضرتك بأنه المستفيد الأكبر هو المصارف، والمصارف هي تابعة للأحزاب، كلها تابعة للأحزاب، يعني نسبة كبيرة من عندها تابعة للأحزاب. زين. وحتى لو نشوف إحنا المصارف الرسمية اللي هي الأساسية اللي الحكومية اللي تابعة مدى تشتغل بصورة صحيحة؟ مدى تشتغل؟ يعني الرشيد والرافدين ما عندهم حوالات بنكيه ويا التجار وكذا ابدا، يعني هم مجمديهم بصوره كبيره جدا. لذلك كل الضغط على المصارف الاهليه، والمصارف الاهليه مو كل المصارف تشتغل. انت تدري اكو عدد كبير معاقب، اللي ما معاقب اللي هم معروفين، المصارف القسم من المصارف اللي هي تابعه لاحزاب او شركاء لشخصيات عندها نفوذ كبير. لذلك احنا نتكلم على فروقات كبيره يوميه. اليوم تجاوزنا 15 مليون دولار ربح. ربح لمن هذا؟ للمصارف. فروقات، هذه فروقات العملاء، فروقات فروقات التصريف. لا بس خليني اوقف على هذا الموضوع. يعني اليوم باليوم الواحد 15 مليون دولار، كان 9 مليون هذه الفتره صعد الى 15 مليون دولار باليوم الواحد. 15 مليون دولار كل المصارف. كل المصارف واحد. كل المصارف 15 مليون دولار ربح. 15 مليون دولار نعم، يتقسم على المصارف العامله. هذه زيد كم مصرف تقريبا؟ يعني المصارف العامله، المصارف العامله اللي عندها نفوذ والقائمه موجوده. طبعا البنك المركزي لحد الان شوف ايش قد صعد بالشفافيه، يعني احنا هذه تحسب له زين للبنك المركزي، بانه يعني اكو استطلاعات راي دي يطيها واكو ارقام حقيقيه المبيعات وكذا. لكن لحد الان اذا تسمح لي لحد الان ما اعطانا شفافيه كامله بانه ايش قد يبيع لكل مصرف من المصارف، خاطر نعرف ونطلع الارقام. سيد عدي بس نعم. فهمني ايش كم مصرف ذني اللي ربحنا 15 مليون دولار بالشهر؟ المصارف الكبيره العامله، المصارف الكبيره يعني بين 10 20 وحي اي تقريبا هن ذني العامله بهاي الحدود. ما شاء الله العامله نعم. هذه سنويا ايش قد يربح هذا؟ من المليارات، ارقام بتخوف، مخيفه، ارقام مخيفه. واكو مصارف تاذت بكل امانه، تضررت تضرر كبير جدا. زين، هو هسه هذا ربحه بشكل مشروع لو لا؟ يعني اكيد ما مشروع، بس ما هو مشروع؟ بس هو كقانون، هو قانون قانوني. اقول لك شلون انت عندك بطاقه بجيبك وسافرت لاي دوله كانت اي دوله كانت، اكو شركات هذه وسيطه اللي تربط هذه البطاقه بالمصرف، شركات الربط الالكتروني. واضح. هذه الشركات على مود تربط بالمصرف تاخذ نسبه على المصروفات مالتك. واضح. انت من تروح لاي دوله من تصرف اكو تقريبا على البطاقه تصير من 3.5 الى 4% على كل مبلغ انت تسحبه. تدري وين يروح؟
مناصفة مو مناصفة نسبة من عنده تروح لهذه الشركة اللي هي على قد على يعني قد الأصابع، يعني شركات قليلة وحتى ما يعطون إجازات لشركات أخرى. كم شركة ما الربط الإلكتروني تروح لها نسبة اللي هي تقريبا 1.5 إلى 2%؟ هاي اللي صدر البطاقات الذكية قصدك؟ اي نعم بالضبط. والقسم الآخر المصرف اللي مو هذا المصرف، يعني الشركة تربط المصرف بالماستر كارت أو الفيزا كارت. زين المصرف هم إلى نسبة هم تقريبا 2-2.5%، ومرات أكثر ومرات توصل إلى 4% ومرات أقل حسب. زين هذه النسب إحنا دا نتكلم على 5-6%، هذه دا تروح الفوارق اللي دا نحشي عليها الأرقام الكبيرة. هذه الفوارق هي رسمية قانونية ما حد يقدر يحكي. البنك المركزي العراقي لحد الآن ما أعطى تعليمات واضحة بتحديد النسب. بس إذا تسمح لي قانونية بعد إيه هذه مشكلة. مو هذه إدارة، دا أقول لك إدارة السياسة المالية العراقية. إحنا نحشي على اقتصاد العراق، هذه الأرقام مو أرقام أحد، هذه أرقام اقتصاد العراق. هذه من تقل الأرباح تتهرب خارج العراق، بالنتيجة النهاية تضعف الدينار العراقي يضعف. إحنا يوميا هذا 15 مليون دولار مين دا تروح؟ دا تروح من قيمة الدينار العراقي، لأن دا تروح بجيوب ناس، بجيوب مصارف، بجيوب غيرها شركات. بالنتيجة النهائية هم المستفيدين والشعب العراقي متضرر. أنا يمكن هسه أكو معلم قمنا نشوف فلوس بالشارع، هسه فلوس انتخابات مبينة، يعني تشوف مثلا هذا دعايته نظيفة، هذا دعايته مصروف عليه، تريد تحكيني دكتور هذا دعايته مصروف عليه، هذا دعايته صفرة حلوة، هذا دعايته حمرة مدري شنو. شو دكتور محمد ايه؟ أنا لحطيك اليوم طقت الموسم ايه؟ ها طقت الموسم. أنا أعرف لأن أنت متخصص بتقنيات و... نعم ايه؟ لحطيك طقة الموسم اليوم ايه؟ إحنا عندنا بالعراق بغداد، خلينا نحشي بغداد هسه ما نروح بقية المحافظات عندنا ايه؟ تقريبا هاي طبعا الشغلة هاي ما حد يدري بيها ايه؟ يعني من الشعب بس اختصر لي شوية لأنه ايه؟ ما عندي واقع. عندنا تقريبا 800 شاشة هاي الليد، الشاشات المنتشرة في داخل المولات وخارج المولات وبالمطارات وبالمدري شنو، شاشات الإعلانات البشارة. الإعلانات ايه؟ شوف هذه الوحيدة اللي يتقاضون فلوسهم بالدولار مو بالعراقي، تمام. والحكومة ما قادرة على السيطرة عليهم. ليش؟ لأن تعاملهم قبل ويا السياسيين ويا الأحزاب الكبيرة. ما شاء الله زين. ذولا يأخذون إيش قد يأخذون بالشهر لكل للشخص الواحد، يأخذون للشاشة الواحدة يأخذون بحدود من 3,500 إلى 6,000 دولار. نحشي على 8-9 ملايين دينار لكل شاشة، اضربها ب 800 ايه؟ نحشي أحد الأحزاب، واحد ايه؟ من الأحزاب ايه؟ تقريبا صارفت فقط على بغداد ايه؟ هو طبعا موجودة صورته فقط على الشاشات، فقط شاشات ايه؟ عوف الفليكسات، عوف كل شيء، فقط الشاشات بحدود 12 مليار دينار. 12 مليار دينار هذا بالشهر. شهريا بالشهر الواحد فقط على ذن الشاشات اللي قاعد تشوفها فقط بغداد. ما شاء الله. هذا دعاية انتخابية، فقط دعايات انتخاب. بس أنا السؤال ايه؟ احنا مو عندنا قانون انتخابي دقيق، احنا مو عندنا قانون انتخابي دكتور عدي، مفوضية هذا من غير هذا كل الاحترام للمفوضية وعملها أنا الكبير. بس انا ما اريد منك اسمه، اريد لون دعايته. لا لا ما هاي شغلة تعرف يعني ما اريد ندخل بيها، لكن واضحة هسه انت من تطلع بالشارع تشوف كل الشاشات دا يطلع هو يعني والله ما ادري يعني هو طلعونا واضح. بس انا عندي سؤال، لازم ندور على اكثر واحد يطلع. أنا يعني عندي سؤال دكتور محمد عندي سؤال الى المفوضيه المستقله للانتخابات اكو ماده قانونيه بقانون الانتخابات بالمبالغ التي تصرف من الاحزاب. زين عندكم رقابه بهذه؟ تشوفون انتم تطلعون على الشاشات؟ ما سالتوا انتم؟ ما رحتوا على هذه الشاشات قلتوا لهم يا بش قد انتم تتقاضون من شخص اذا يريد ينتشر بالشهر الواحد؟ بالنتيجه النهايه هاي ارقام كبيره. خلي دكتور انا عندي في السؤال يقدرون يحكون وياه يا اخوي هو هذا مثلا هسه هاي قبل حتى ترى الدولار هاي جو لا 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 لها تاثير كبير. هو منين جابهن هاي؟ منين جابهن هذا؟ هذا يتقاضى المبالغ بالدولار. احنا بدنا نحشي على اذا تسمح لي بدنا نحشي على بالشهر 6-7 مليون دولار، لها تاثير كبير. لا لا هذا بدخل دولار بدي استخدمها بالبلد شوي خلينا نمشي لها يعني ما بدي اطلعها برا وهي لا هو منين جابها هذا اللي شغلها هنا لا منين جابها هو جاب منين جابها لا هو اكيد جابها من السعوديه وقطر والامارات وطبعا مين الطبلات هسه بين طب ابوي عموما انا بس بدي اسال سؤال الاستاذ حلو سؤال بريء يعني انا بسيط بعد ما عندي وقت اذا تعليق من عندك مباشره لا مو تعليق انا بالنسبه للبنوك الاهليه تعال استثماني تريد اسئله لو بعد ما نلحق بس سؤال عام أيه؟ البنوك الاهليه من تستلم فلوس تشتري من البنك المركزي فلوس أيه؟ تمام مو من واجبها ان تقدم سندات ان منطتها
يعني لو تصرفه بكيفه شلون متعرضه لقانون الجريمه الاقتصاديه المصارف؟ اي طبعا الاهليه انت تقول قاعد تربح 15 مليون الاهليه من تاخذ تشتري من البنك المركزي. لا لا انت عندك بطاقه الان مطلعها برسمي بصوره رسميه خالها بجيبك، من تروح تسافر خارج العراق انت مو تروح تتسوق؟ تمام. ها؟ من تتسوق انت يستقطعون من كل مبلغ، يعني مثلا صرفت مليون دينار بشهر اشتريت تليفون او اي شيء، هذا المليون ياخذون تقريبا بنحشي على 5%، 5% ايش قد؟ عموله هاي عموله 50,000 دينار، هذا 50 اضرب كم مليون بطاقه احنا عندنا خارج العراق الان؟ هذه كلها تذهب ماكو اي رقابه ولا تدقيق ولا شيء، هذا الشيء هاي الشيء رسمي من هاي يصير 15 مليون من نعم هذا جزء، هذا جزء نعم، واكو اكو جزء اخر. شكرا دكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنميه الاعلاميه، شكرا ايضا دكتور علي العلوي رئيس تحالف الاقتصاد العراقي، اشكركم مشاهدينا الكرام في امان الله. We'll be right back.